أول حاجة نحب نتكلم عليها هي يعني إيه كمبيوتر توموجرافي؟ إيه الفرق بين كمبيوتر توموجرافي والتصوير العادي بأشعة إكس؟ أول حاجة لو إحنا جينا بصينا على صورة أشعة إكس بالشكل ده كده، دي صورة عادية بلين إكس راي، هنلاقي فيها إن كل نقطة في الصورة هي عبارة عن يعني مجموعة من التيشوز كلها أوفرلاب فوق بعض. يعني إيه أوفرلاب؟ يعني إحنا بنتكلم على إن البيشنت بيدخل أشعة إكس عليه من الأمام من عند الصدر وبتخرج من عند الظهر. الأشعة بتاعت إكس بتفضل ماشية في الطريق بتاعها، وكل اللي بتقابله في الآخر يعني بيبقى أوفرلابت فوق بعضه في الصورة. يعني على سبيل المثال الجزء ده في الصورة هنلاقي إن فيه أول حاجة فيه عظمة الاسترنم، في عندنا طبعا القلب بيبقى موجود، جزء منه بيبقى موجود، بيبقى في عندنا جزء من الرئة، بيبقى في عندنا الفيرتبرال كولوم من ورا، كل الكلام ده بيأوفرلاب في نفس النقطة هنا في الصورة. نفس الكلام هنا نقدر نشوفه، احنا شايفين هنا الريبس اللي هي الاضلاع، شايفين من تحتها الرئه موجوده وفيها الاوعيه الدمويه اللي هي شعيرات دمويه اللي بتبقى داخله في الحويصلات الهوائيه بتعمل معاها اكستشينج، ويعني كل الكلام ده برضو اوفرلابت هنا فوق بعضه. يعني طبعا بيبقى في عندنا مشكله طبعا لما يكون عندنا اوفرلاب زي ما احنا شايفين هنا العظم اوفرلابد مع الرئه، يعني الحقيقه بيبقى في صعوبه ان احنا نتعرف على اي تغيرات مرضيه موجوده في الصوره. لو احنا فرضا عندنا تغير مرضي خلى احد الانسجه دي يتغير الشكل بتاعه بمقدار 10%، لو النسيج دوت موجود لوحده نقدر نتعرف على ال 10% دي، نقدر نلاحظها بعينينا ان في تغير 10%. انما لما يكون النسيج دوت اوفرلاب بعدد من الانسجه الاخرى لم يحصلش فيه اي تغيير خالص، بيبقى في صعوبه كبيره ان احنا نتعرف على التغيير دوت. فبالتالي الناس فكرت انها تعمل تطور طريقة جديدة للتصوير يبقى فيها بنصور نقط مش بنصور يعني خطوط، يعني هنا احنا بنصور كل نقطة بتعبر عن خط كامل، يعني كل الأنسجة اللي موجودة في خط دخل من يعني شعاع دخل من اتجاه وخرج من الاتجاه الآخر، كل نقطة من هنا بتعبر عن كل الأنسجة اللي مر بيها الخط دوت أو الشعاع دوت. فالتوموجرافي هدفه الاساسي تو ايمج ا سلايس اوف ذا بودي يوزنج اكس رايز، يعني بدل ما بيطلع لنا صوره بنسميها بروجكشن ايمج، يعني صوره عباره عن يعني بنتكلم على ان احنا بناخد كل واحده من يعني ناخد كل واحده من الاشعه ونمشي بيها في الجسم من اول ما تدخل لغايه لما تخرج ونحطها في نقطه واحده، لا هنا كل نقطه بتعبر عن نقطه واحده بس موجوده في الجسم، يعني ده عباره عن مقطع حقيقي في الصوره ما بيحصلش فيه اوفرلاب بين اي نوعين من انواع التيشوز. يعني فرضا مثلا بنبص على الجزء دوت ده هنا في الفيرتبرال كولوم واضح في منتهى الوضوح، ما فيش اي تغيير فيه، ما فيش اي حاجه بتعمل له اوفرلاب. نفس الكلام الاضلاع هنا، يعني اللي احنا شايفينها هنا دي تعتبر اجزاء من الاضلاع برضو واضحه جدا ان هي ما فيش اي اوفرلاب فيها. الجزء ده بيعبر عن الرئه برضو نفس الكلام، كل نقطه بتعبر عن نقطه حقيقيه موجوده في الرئه. فبالتالي الهدف الاساسي من التوموجرافي از تو اليمينيت اوفرلاب الاوفرلاب بروبلم الموجود عندنا في البروجكشن ايمجينج. يعني الصوره العاديه بتاعت الاكس راي اللي فيها بروجكشن ايمجينج بنشيل مشكله الاوفرلاب ونحولها هنا لصوره اخرى او مجموعه من الصور كل نقطه فيها بتعبر عن نقطه حقيقيه موجوده في الواقع، ما هياش بروجكشن لعدد من النقط كلها بتبقى اوفرلابد على بعض. يعني each point in the image هنا في التوموجرافي بتعبر عن single point in reality not accumulation of many points. فبالتالي لو في اي تغير مرضي حصل في اي نوع من انواع التيشوز الموجوده هنا نقدر نلاحظه بمنتهى السهوله. علشان نفهم ازاي الصوره بتاعت السي تي او بتاعت الكمبيوتر توموجرافي بتتكون لازم نفهم الاول الصوره دي مكونه من ايه. فعامه الصوره ممكن نبص عليها ان هي حاجه بالشكل ده كده بتعبر عن سلايس من الجسم، والسلايس من الجسم دي لها ثلاثه دايمنشنز. يعني لها اول حاجه لو احنا بنتكلم على ان هي كصوره، الصورة بيبقى فيها مجموعة من البيكسلز، كل نقطة في الصورة هي عبارة عن بيكسل لها دايمنشن في الاكس ودايمنشن في الواي. بس مهم جدا برضو ان احنا دايما نتخيل ان الصورة اللي احنا شايفينها دي لها زي دايمنشن كمان، لها دبس دايمنشن، يعني لها ثيكنس، ما هياش بس بتعبر عن حاجة 2 دايمنشن، لا بتعبر عن حاجة 3 دايمنشنال. الحاجة 2 دايمنشن اللي احنا بنشوفها في الصورة اللي هي البيكسل هي اكشوالي فوكسل، فوكسل هي عبارة عن 3 دايمنشنال بيكسل. فلها دايمنشن في الاكس ودايمنشن في الواي، ولها كمان دايمنشن في الزي بيعبر عن سلايس ثيكنس. في الاخر احنا عندنا مهمه ان احنا لو احنا عايزين نكون صوره n باي n، يعني الدايمنشن بتاعها n باي n، n دي ممكن تكون مثلا 256 ممكن تكون 512، عاوزين احنا نتعرف على النقط بتاعه الصوره دي كلها ازاي ان احنا نحسبها.
فبالتالي ممكن نتخيل ان احنا لو عندنا صوره n by n يبقى عندنا n square unknowns. الانونز دول هم عباره عن نقط الصوره اللي احنا عايزين نحسبهم. فاحنا عايزين نحسب n تربيع من النقط علشان نكون صوره واحده. طب ازاي نكون او ازاي ان احنا نحسب النقط المختلفه دي؟ خلينا ناخد مثال بسيط جدا. المثال دوت هناخد مثلا مثال عندنا صوره 2 في 2. والصوره 2 في 2 دي النقط بتاعتها اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4، اربعه انونز. نتيجه ان احنا 2 في 2، 2 في 2 يبقى عندنا ان سكوير، يبقى عندنا اربعه انونز عايزين نحسبهم. لو احنا بنعمل حسابات بناء على projections، يعني احنا مثلا بنعمل اكننا بنصور الصوره الصغيره دي اللي هي ال 2 في 2 دي، بنصورها vertically horizontally. يعني هنا لو انا جمعت، لو انا مثلا فرضا عملت projection image هنا طلع لي النقطه اللي هنا دي 7 والنقطه اللي هنا 2، وعملت projection image horizontally بالشكل ده كده طلع لي النقطه دي 5 والنقطه دي 4. علشان نحسب الاربع نقط دول هنعمل اربع equations مبنيين على البروجكشنز احنا عملنا لهم كولكشن دول. فعندنا مثلا هنا في البروجكشن دوت x1 plus x3 بيساوي 7 مثلا، اللي هي x1 plus x3 بتساوي 7 اللي هي مثلا بنتكلم على اللي هي الايكويشن دي. هنا عندنا الايكويشن الثانيه x2 plus x4 بتساوي 2، هي موجوده هنا. نفس الكلام x1 plus x2 بتساوي 5، x3 plus x4 بتساوي 4. عندنا دلوقتي أربعة equations في أربعة unknowns. نقدر باستعمال بقى طرق الحل بتاعة linear systems of equations، عندنا طرق كتيرة حقيقة نقدر نحل بيها linear systems of equations، نقدر بيهم الحقيقة نقدر نطلع قيم x1 وx2 وx3 وx4 بكام. فالفكرة الأساسية في التوموغرافي إن احنا to collect projections of the object from different angles، ومن البروجكشنز دي الحقيقة نعمل equations ونعمل استيميشن للانونز ان احنا نسولف لينير سيستم اوف ايكويشنز. يعني هنا احنا كان عندنا فيري سمول لينير سيستم كان عباره عن اربع انونز، عشان بنتكلم على صوره 2 في 2 احتاجنا اربع ايكويشنز، عشان كده عملنا بروجكشن هوريزونتال وفيرتيكال بس. براكتيكالي في التوموجرافي الحقيقه محتاجين عدد كبير من الانجلز، يعني نعمل نفس الحاجه دي على انجلز كتيره جدا وبعدد نقط كتير في كل واحده من البروجكشنز علشان نقدر نطلع عدد كافي من الايكويشنز عشان يحل لنا البروبلم بتاعه الايمج استيميشن. المشكله الاساسيه اللي موجوده في عمليه الريكونستراكشن مش في الفكره، الفكره بسيطه زي ما احنا شفنا كده، هي حل مجموعه من المعادلات الخطيه مع بعض. المشكله الاساسيه ان احنا السيستم اوف ايكويشنز دوت لو احنا بنتكلم على رياليستيك ايمج ريزولوشنز، نتكلم على ان مثلا ب 512 ولا ان ب 256 حتى، بنلاقي ان اللينير سيستم اوف ايكويشنز ده يعني بيبقى ضخم جدا جدا. يعني على سبيل المثال لو انا قلت عايز اصور صوره 100 في 100، اللينير سيستم اوف ايكويشنز دوت هيكون فيه 10000 ايكويشن. 10000 ايكويشن ده يعني رقم فلكي الحقيقه، رقم كبير جدا جدا. ويعني بيسكلي اكن عندنا بنحل سيستم اوف ايكويشنز في الماتريكس بتاعت اللينير سيستم دوت بتكون ان سكوير باي ان سكوير، يعني 10000 في 10000. طبعا 100 في 100 ده ما هوش حاجه ضخمه بالنسبه للتصوير الطبي، احنا ممكن نشوف صور 1024 في 1024، يعني بنتكلم على ان احنا بنحل يعني سيستم اوف ايكويشنز ممكن يبقى فيها مثلا يعني مليون ايكويشن بنحلهم مع بعض. فبالتالي المشكلة عندنا أو المشكلة اللي خلت الكمبيوتر توموجرافي يتأخر إن هو كتكنولوجي يبقى متاح، إن فعلا كان في صعوبة إن يتحلل linear system equations دي بالطرق يعني المتاحة على الكمبيوتنج فاسيلتيز أو الكمبيوتر ريسورسز اللي كانت موجودة في الستينات وفي أوائل السبعينات. أول كمبيوتر توموجرافي اتعمل في السبعينات بعد ما كان الكمبيوتر ريسورسز تسمح إن هو يقدر يحل المشكلة بتاعة التوموجرافي. في طرق كتير علشان نقدر نحل بيها الـ Very Large Systems of Equations اللي كنا بنتكلم عليها عشان نحل مشكلة التوموغرافي. الحقيقة أحد الطرق اللي هي فعلاً خلت التكنيك فعلاً يقدر إن هو يتعامل بشكل رياليستيك أو بشكل براكتيكال على الكمبيوتنج ريسورسز اللي موجودة هي طريقة اسمها الـ Back Projection Reconstruction. الطريقة دي في غاية البساطة الحقيقة، يعني هي أولاً هي is an efficient method to solve large linear systems of equations. يعني هي ما هيش طريقه تعتبر مثلا يعني طريقه يعني ما لهاش علاقه بطرق الحل العاديه، لا هي طريقه iterative، يعني فيها يعني بكرر نفس الحاجه بعملها كتير، يعني لها طريقه معينه كده بابلاي بعض الماثيماتيكال اوبريشنز على الداتا بطريقه ريبيتد،
وفي الاخر بقرب كل شويه بابلاي الطرق دي بشكل متكرر، يعني بقرب من الحل شويه بشويه، وبالتالي يعني تعتبر الحقيقه تسمح ان احنا نقدر ان احنا نحصل على حل بطريقه سريعه، واقدر احسن في الحل ده ان هو يوصل في الاخر يبقى زيه زي الحل الاوبتيمال اللي بيطلع من اي طريقه من الطرق الاخرى. فيعني basically it's an efficient method to solve large system of equations, large linear system of equations. والفكره بتاعته الحقيقه ان انا باخد الداتا بتاعت البروجكشن و distributed back equally along their path. يعني ايه؟ يعني فرضا مثلا انا عندي projection مثلا في الدايركشن ده كده، باخد الداتا بتاعت الدايركشن ده، باخد النقطه دي واوزعها بالتساوي على كل النقط اللي جت منها من الصوره زي ما هي كده بالظبط. يعني اخد القيمه دي واحطها هنا في كل النقط اللي جت منها. لو عندي مجموعه من البروجكشنز بالشكل ده كده، ببتدي اعمل نفس الكلام بالنسبه لكل النقط، يعني كل واحده من دول برجع بيها على النقط اللي موجوده في الصوره، بحيث ان انا في الاخر لو عندي عدد كافي من البروجكشنز بقدر احصل على حاجه تبقى قريبه جدا 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 من الصوره بتاعتي. على سبيل المثال لو عندي صوره شكلها عامل كده، لو انا اخدت بروجكشن بس في دايركشن واحد بالشكل ده كده وعملت باك بروجكشن، هيطلع لي الدنيا عامله كده، هيطلع لي النقطه دي. طبعا لو انا بروجكشن في الدايركشن ده هيطلع لي طبعا نتيجه النقطه دي قيمتها عاليه، هيطلع لي القيمه بتاعت البروجكشن هنا عاليه. فبالتالي لو جيت عملت باك بروجكشن هتحط القيمه العاليه دي في كل النقط اللي موجوده في الخط اللي عملت فيه بروجكشن ده. نفس الكلام هنا هتبقى اعلى شويه، فبالتالي هتبان لي هنا برضو في كل النقط اللي هي عملت فيها باك بروجكشن بنفس القيمه. هنا اقل شويه هتظهر اقل شويه، هنا مفيش خالص يبقى معنى كده تظهر مفيش خالص. طبعا هنا شكلها طبعا اتس فيري باد، يعني اتس وان بروجكشن، عملت الحاجه اللي هنا دي طبعا دي ملهاش علاقه باي حاجه خالص، يعني فعلا شكلها مش ملوش اي علاقه بالصوره. لما ابتدي اخد بروجكشن مثلا في يعني مثلا في اتجاه 45 درجه هنا و45 درجه هنا، يعني بلس 45 وماينس 45، هلاقي يبتدي دلوقتي يظهر لي ان في هنا نقطه اعلى من بقيه النقط الثانيه، هنا نقطه برضو اعلى شويه بس مش بنفس القيمه. كل ما باخد projections اكتر زي ما انتم شايفين بلاقي ان الصوره بتقرب انها تبقى قريبه جدا من الصوره الاصليه اللي كانت موجوده عندي هنا. لما اخد عدد كافي من البروجكشنز ممكن يحصل على حاجه بالشكل ده كده، طبعا ده مش عدد كافي برضو يطلع لي نفس الكواليتي دي، بس اكشوالي زي ما احنا شايفين كده احنا شايفين ان في فعلا حاجه طالعه لي قريبه جدا من الحاجه اللي انا ابتديت بيها هنا في الصوره الاصليه. فبالتالي احنا لو خدنا projections كافيه وعملنا عملية الباك بروجكشن دي بطريقة يعني صحيحة، هنقدر في الآخر نحصل على حاجة تبقى قريبة جدا من الصورة الأصلية. طبعا احنا لو بنتكلم على الباك بروجكشن، باك بروجكشن حقيقة كطريقة بنتكلم ان هي بالماثيماتيكال تيرمز، يعني بنتكلم انها اوردر ان سكوير، يعني بنتكلم على ان كل ايتريشن بحتاج مثلا، لو انا كنت بتكلم على سيستم اوف ايكويشنز مثلا في فرضا مليون ايكويشنز فرضا، يعني كل iteration بحتاج فيها مليون operation. فالحقيقة بنتكلم على الطرق الأخرى، بنتكلم إن هي ممكن تبقى أكتر من كده بكتير الحقيقة. ممكن تبقى بنتكلم على مثلا، بنتكلم على حاجة تبقى order n تكعيب، يعني بنتكلم مثلا كل operation أو كل مثلا الحل نفسه ممكن يتطلب مثلا 1000 مليون operation، which is يعني طبعا هتبقى حاجة ضخمة جدا. هنا احنا ممكن بفيو مليون operations ممكن احنا نطلع حاجة تبقى شكلها قريبة جدا من الصورة الأصلية، which is يعني حاجة تعتبر الحقيقة كإنجينيرينج سولوشن ممكن يبقى كافي جدا عشان يطلع لنا حاجة نقدر إن احنا نستفيد بيها يعني في التشخيص. أنا هوريكم هنا مثال، أنا عملت هنا برنامج صغير كده بياخد الصورة اللي موجودة ناحية الشمال، الصورة اللي موجودة عندنا هنا دي كده، وبيعمل ريكونستراكشن من عدد من البروجكشنز مختلف. فابتدي أول حاجة هنا ده ريكونستراكشن من أربعة بروجكشنز، هبتدي بأربعة وبعد كده 8 16 وهكذا لغاية لما نوصل لغاية 256 ونشوف كل مرة الريكونستراكشن شكله عامل ازاي بطريقة عملية، وهنشوف هو بيتعمل قصاد عينين. هنا مثلا زي ما احنا شايفين كده أربعة هتبتدي دلوقتي تبقى موجودة، دي كده أربعة زي ما انتم شايفين كده بقى دلوقتي يعني شكلها ملوش أي علاقة خالص بالصورة الأصلية. هنا 8 ابتدى يبقى فيه هنا حاجة تبتدي تظهر، الحاجة اللي كانت موجودة هنا ابتدت تظهر. 16 ابتدى يبقى في حاجه شكلها اوضح، بس زي ما انتم شايفين كده في عندي حاجه بنسميها ستريكنج نويز، بس ستيل في حاجه احسن. هنا 32 افضل وافضل، كل ما بنزود عدد البروجكشن زي ما انتم شايفين كده الريكونستراكشن بيكون افضل بكتير. 64
اكيد افضل، يعني شايفين حاجه اولموست واضحه، بس زي ما انتم شايفين في ستريكنج ارتفاكت موجود هنا وهنا وفي جميع انحاء الصوره. 128 الحقيقه الصوره مش بطاله، الحقيقه شكلها قريبه جدا من هنا، نقدر نشخص منها اكشوال لو حبينا. فطبعا زي ما انتم شايفين كده في فرق كبير الحقيقه. لو نشوف بقى 256 اولموست هتطلع ايدنتيكال للصوره الاصليه، اولموست ايدنتيكال في كل حاجه. لو بصينا عليها كده في طبعا عندنا بعض الارتفاكس البسيطه كده موجوده، بس ستيل اتس فيري يوسفول ايمج، ممكن نشوف فيها كل التفاصيل اللي احنا عاوزين نشوفها في الصوره. وزي ما احنا شايفين كده الريكونستراكشن بياخد ثواني، مش بياخد وقت طويل. الصوره دي الاوريجينال ايمج 256 في 256. يعني ايه 256 في 256؟ يعني بنتكلم على ان الصوره بنتكلم على ان هي يعني الماتريكس ايكويشن بتاعتنا او عدد الماتريكس ماتريكس او عدد اللينير ايكويشنز الموجوده عندنا حوالي 64000 ايكويشن. 64000 ايكويشن يعني السيستم اوف ايكويشنز اللي انا بحله الماتريكس بتاعته 64000 في 64000. لو تخيلت ان انا بحل 64000 ايكويشن مع بعض وبطلع الحل في وقت ثواني زي ما احنا شايفين كده، طبعا اكيد بنعتبر ان طريقه زي الباك بروجكشن دي الحقيقه طريقه فيري افكتيف، طلع لنا حل سريع جدا، والحل الحقيقه الكواليتي بتاعته يعني ما حدش يقدر يقول ان هي مش اكسبتبل، تعتبر طبعا فيري اكسبتبل بالنسبه للوقت اللي احنا بنحسب فيه الصوره. نبتدي بقى نتكلم على اجزاء الكمبيوتر توموجرافي سيستم اللي هو فعلا بيقدر ياكواير البروجكشنز اللي احنا محتاجينها، وبعد كده نابلاي بقى على الكمبيوتر الداتا اللي بتيجي منه علشان نطلع صور. فالحاجه الاساسيه اللي موجوده طبعا اللي بيبقى فيها كل الاجزاء اللي بتاكواير الصوره هي الجانتري، كان بيسمي الجزء الكبير دوت هو اللي بيبقى فيه الجزء بتاع الاكس راي تيوب، وبيبقى فيه الديتكتورز، وهي اللي بيحصل فيها بعد كده بيبعت اكس راي من جزء وبيبعت الناحيه الثانيه، يعني بيستقبل الناحيه الثانيه الاشعه اكس بعد ما تعدي في البيشنت ويأكواير الداتا، وبعد كده يعمل روتيشن للكلام ده بشكل ما، أكواير روتيشنز او يأكواير بروجكشنز من اتجاهات مختلفه او من انجلز مختلفه عشان يقدر بيها يبقى عنده الداتا الكافيه علشان يكون الصوره. بيبقى في عندنا تيبل، وطبعا التيبل دي مهمه جدا عشان بتقدر تنزل وتطلع وتقدر تدخل البيشنت بشكل يعني منتظم في الفتحه بتاعه الاوبننج بتاعه الجانتري. واكشوالي التيبل في التكنيكس الجديده بتاعه الاي سي تي اللي هي بنتكلم مثلا من اوائل التسعينات مثلا لغايه دلوقتي، التيبل بقت فيري كريتيكال بارت من تكوين الصوره، لان هي لها يعني تدخل كبير الحقيقه في جزء معين من الاجزاء اللي احنا هنتكلم عليها بعد شويه اللي بنسميها السبايرال ايمجنج. الحركه بتاعتها هي اللي بتعمل سبايرال ايمجنج، من غير الحركه بتاعت التيبل ما نقدرش نعمل سبايرال ايمجنج. فالتيبل الحقيقه اتس ان امبورتنت بارت اوف ذا سيستم يعني، وما نقدرش نقول ان احنا نقدر نستعمل اي تيبل وخلاص، لا يعني اديديكيتد تيبل، وتبقى لازم تبقى كونكتد بالجهاز ولازم تتحرك بحركه سينكرونايزد مع الاكوزيشن عشان تقدر تدينا داتا مظبوطه. الداتا اللي بتطلع من الـ يعني الجهاز بتاعنا او بيسكلي كنترول بتاع الجهاز بيحصل من خلال كونسول، اوبريتنج كونسول. اوبريتنج كونسول ده بيحدد فيه اليوزر، بيحدد فيه هو عايز يصور ايه بالظبط ويصور بانهي تكنيك، وطبعا يكتب الريزولوشن بتاعت الصوره هتطلع قد ايه، ولو عايز يعمل عاده بيبقى طبعا مطلوب يصور فوليوم يعني يصور 3 دي، بيحدد بالظبط هيصور من اول فين لغايه فين. كل الكنترول بيتم من خلال الاوبريتنج كونسول، بيبقى حاجه بالشكل ده كده يقدر يحدد منها او يعني يستعملها عشان يقدر يحدد منها البارامترز بتاعت الاكوزيشن ويعمل فعلا يستارت الاكوزيشن من الكونسول دوت. بيبقى في عندنا بالنسبه للطبيب
بيقعد على حاجه اسمها فيوينج ورك ستيشن. بيبقى الفيوينج ورك ستيشن دي بيبقى فيها مونيتورز، تبقى طبعا ميديكال جريد مونيتورز، بيبقى حاجه بالشكل ده كده، بيبقى شايف فيها طبعا ممكن يقعد هنا برضو على نفس الاوبريتنج كونسول، بس عاده الطبيب بيبقى موجود في مكان اخر، يقدر يفيو كل الاستاديز بتاعت او كل اللي هي الحالات اللي موجوده عنده، مش بس الحاله اللي موجوده حاليا جوه الجهاز. ويقدر من خلال الفيوينج ورك ستيشن دي يقدر ان هو يبص على الحاله، ويقدر ان هو يكتب التشخيص بتاعه، ويقدر ان هو يعني لو في عنده اي قياسات ولا حاجه يقدر يعملها من على الاوبريتنج كونسول ده، من على الفيوينج كونسول ده. فهنا الورك ستيشن بتاعت اللي هي الدايجنوستيك ورك ستيشن دي بتبقى للطبيب، ويقدر من خلالها ان هو يشخص. الاوبريتنج كونسول عاده بيبقى الاكس راي تكنيشن او الكمبيوتر توموجرافي تكنيشن، هو بيعمل بيه بيشغل بيه الجهاز، بيعمل اوبريشن للجهاز ويحدد السكان وبيأكواير بيه الداتا، وبعد كده الداتا بتتسيف اوتوماتيكلي كستادي في الداتا بيز الموجوده في الجهاز، ويقدر يبقى يعني الداتا نفسها تبقى اكسسبل من الورك ستيشن بتاعت الفيو. في الحقيقه الاكس راي تيوب اللي بتستعمل في السي تي عامه بتبقى مختلفه شويه عن الاكس راي تيوب اللي مستعمله في البلين اكس راي. المشكله او الفرق اللي موجود عندنا في الكمبيوتر توموجرافي ان الاستعمال بتاع الانبوبه بتاعت الاشعه بتاعت اكس يعني عاده بيبقى اكستريملي هيفي، يعني بمعنى ان احنا في البلين اكس راي بناخد صوره، وبعد كده بيبقى في فتره يقدر فيها او تقدر فيها تيوب تبرد علشان ياخد صوره بعد كده. في السي تي لا، ده بيأكواير في فتره طويله باستمرار، فبالتالي احنا عندنا طبعا مشكله في الاكس راي تيوب ان الافشنسي عاده بتاعه البرودكشن بتاعه الاكس راي اولموست 1%، يعني بمعنى 99% من الانرجي اللي بنستعملها بتروح في شكل حراره، والحراره دي لازم تتبرد، لازم يبقى في تبريد ليها بشكل ما، والتبريد دوت الحقيقه بيبقى يعني لازم يتم بطريقه افشنت، والا يبقى في مشكله الحقيقه. فالحقيقه لازم الاكس راي تيوبس اللي بتستعمل في السي تي لازم يبقى يعني الطريقه اللي بتتبرد بيها الحقيقه تبقى فيري افيشنت، وعاده بيبقى الانكلوجر بتاعها بيبقى ميتاليك، عشان برضو بيبقى برضو بيستعمل في الهيفي ديوتي يعني اكس راي تيوبس، مش الجلاس انكلوجر عاده يعني. وطبعا بيبقى في الطريقه بتاعه التبريد بتاعتها بتبقى مختلفه طبعا عن يعني تبقى طبعا مور افيشنت عن الطرق العاديه. الحقيقه برضو واحده من الحاجات المهمه اللي ممكن تبقى موجوده في بعض اجهزه السي تي، ممكن يبقى فيه مور ذان وان تيوب، يعني عشان يبقى يخلي الاكوزيشن ايفن فاستر، او عشان يخلي يعني طبعا يعني بدل ما بيأكواير مثلا داتا باستعمال بيم جاي لي من اكس راي تيوب واحده، ممكن يبقى فيه عنده تو بيم شغالين سيمالتينيسلي، ودي الحقيقه واحده من المواصفات اللي احنا ممكن نطلبها في اجهزه السي تي علشان تخلي الثروبوت بتاعها يبقى عالي حقيقي. نحتاج نفهم بقى دلوقتي ازاي ان احنا نستعمل الاكس راي تيوب والديتكتور علشان نقدر نجمع مجموعه من البروجكشنز علشان نقدر بيها نكون الصوره. فالحقيقه الديزاينز بتاعت السي تي سكانرز ابتدت من اول خالص بحاجه بنسميها بنسل بيمز، والبنسل بيمز دي بقى دلوقتي يعني كانت زمان هي دي الحاجه الاساسيه اللي الناس بتستعملها في اول جينيريشنز من السي تي، تحولت بعد كده لفان بيم. فان بيم معناها ان البيم شكله مش حاجه عباره عن خط كده، عباره عن حاجه زي المروحه اللي الناس بتستعملها، بتبقى حاجه شكلها كانها سيكتور. فالسيكتور دي معناها ان احنا عندنا في يعني عدد من الخطوط، وكل واحد بيمشي في انجل مختلفه بتمشي من خلال البيشنت. فبالتالي الكلام ده نقلنا من حاجه بنسميها بارلل بيم بروجكشن سيستم لحاجه اسمها فان بيم بروجكشن سيستم. نحاول نبص عليهم مع بعض كده سيستم باي سيستم. في اول جنريشن خالص كان الفكره ان احنا بيبقى في عندنا بنسل بيم بالشكل ده كده، الاكس راي تيوب بيطلع الاكس راي، بيبقى في ناحيه ثانيه ديتكتور، واللي بيحصل ان احنا عندنا السورس والديتكتور زي ما احنا شايفين كده بيبقوا اون اوبوزيت سايدز من الاوبجكت، وبيتحركوا بياخدوا عدد من الخطوط هنا في الاوبجكت، كل واحد فيهم بيعبر لي عن ايكويشن. فمعنى كده ان انا كل مره بعمل اكس راي اكسبوجر بديتكت وان لاين، بس بديتكت نقطه واحده او بديتكت بروجكشن واحده، وباخد بعد كده نقطه ثانيه وهكذا، نقطه ثالثه وهكذا ورابعه، وبعد كده بعد ما اخلص امشي على الاوبجكت خط خط كده، ابتدي بعد كده اخد
انجل تانية وانجل تالتة ورابعة وهكذا. يعني هنا مثلا ده بروجكشن اولاني، باخد بعد كده مثلا ده 45 درجة، ده كده مثلا ده كان فيرتيكال، باخد بعد كده بروجكشن هوريزونتال، باخد بقى عند انجلز كتيرة، بحيث لما انا اجمع عدد الخطوط اللي انا اخدتها في كل بروجكشن في كل انجل تايمز النمبر اوف انجلز، يبقى بيساوي او اكبر من او يساوي عدد النقط اللي موجودة عندي في الصورة. طبعا المشكلة في السيستم اللي زي كده ان احنا اول حاجه احنا محتاجين كوليميشن، يعني محتاجين ان احنا نخلي الاكس راي بيم يبقى شكله عامل كده. يعني بنحط هنا حاجه زي كوليميتور كده بيسمح للاكس راي بس اللي هي ماشيه ستريت فورورد ان هي تعدي، والباقي كله بقى يعني بتخلص منه، وبالتالي الافيشنسي بتاعه الاكس راي طبعا بتبقى اقل. المشكله الثانيه ان احنا عندنا دلوقتي عندي ديتكتور وعندي سورس وبحركهم هنا، يعني بحركهم نقطة تانية تالتة عشان اخد كل البروجكشنز اللي انا محتاجها وانا هنا. المشكلة في الكلام ده ان انا بتكلم على ان انا محتاج يبقى في عندي two types of motion. عندي حاجة زي translational motion كده او حركة خطية عشان اقدر اخلي السورس والديتكتور يمشوا في الطريقة دي، يعني يعني يمشوا الاتنين مع بعض كده، يمشوا في الاتجاه ده كده عشان اخد projections كتيرة. وبعد كده عندي روتيشن عشان اخد كل الاباراتس دي، كل المنظومه دي كلها اعملها روتيشن عند انجل تانية واعمل نفس الحاجه، وعند انجل تالتة واعمل نفس الحاجه. فهنا الحقيقه الحركه معقده شويه عشان في عندي حركه خطيه كومبايند مع حركه دائريه علشان اقدر اكولكت الداتا اللي انا محتاجها. طبعا اي حاجه ميكانيكال عندنا في السيستم الحقيقه دايما بيبقى فيها ديلي، لان طبعا ميكانيكال موشن بيبقى فيه طبعا زي ما احنا عارفين الاكس راي تيوب بتبقى فيري هيفي، فبيبقى فيها انيرشيا، انيرشيا يعني عندها قصور ذاتي، فبالتالي لما احب احركها واخليها تقف عشان اقدر اخد اكسبوجر بحتاج ان انا استنى شويه، يعني ما بقدرش ان انا كولكت داتا في وقت الحقيقه يكون سريع. فبالتالي اول جنريشن هي الفيرست جنريشن دي كانت تحتاج دقائق عشان تكولكت صوره واحده، وعشان اكولكت مور ذان وان ايمج لازم اعمل نفس الكلام ده مور ذان او بعدد الصور اللي انا محتاجها. فطبعا كان الاكوزيشن تايم او الوقت اللي بحتاج فيه عشان اكولكت الداتا بتاعت الصور كان وقت طويل جدا. عشان نعمل امبروفمنت على الكلام ده ابتدت الناس تفكر ان احنا هنا في الحل الاولاني ده كنا بناخد في كل اكسبوجر بناخد نقطه واحده بس، ناخد اكويجن واحده بس. اوكي فالناس فكرت طب ليه ما نحطش مور ذان وان ديتكتور ويبقى عندنا البيم بتاعنا نسمح له ان هو يبقى فان بدل ما يبقى يعني عباره عن بنسل بالشكل ده كده، عباره عن حاجه زي القلم كده ستريت فورورد، لا اخليه عباره عن حاجه شكلها عامله زي المروحه كده فان، وبالتالي اقدر اكولكت بدل ما بعمل كولكشن لنقطه واحده ممكن اكولكت مور ذان وان بوينت. فهنا مثلا مبين ثلاثة بس اكشوالي ممكن نحط اكتر من كده كمان بكتير، ممكن نحط مثلا 7 او 11، يعني عادة الناس كانت بتحط اكتر من كده كمان بكتير. فبالتالي احنا هنا قللنا الحركة الخطية، يعني هنا انا في كل مرة بقف فيها وباخد اكسبوجر باخد مثلا لو هي حتى ثلاثة كده بس هنا باخد ثلاثة اكويجنز في نفس الاكسبوجر، وبالتالي انا محتاج احرك الاباراتس دي محتاجه احركها عدد اقل من المرات عشان اكولكت الداتا اللي انا محتاجها في الدايركشن ده. فبالتالي انا هنا قللت اللينير موشن بس لسه برضو محتاج لينير موشن مع السيركلر موشن، محتاج هنا اخد ايكويشنز هنا ومحتاج اخد عدد من الانجلز عشان اقدر اكولكت الداتا. فعندي نوعين من الحركه برضو موجودين في السكند جنريشن. الحقيقه السكند جنريشن خلى الصور تتاخد في وقت اقل بكتير، يعني بدل ما كنا هنا دقائق بقينا هنا ثواني، يعني صوره كل صوره مثلا تاخد 10 15 ثانيه which is يعني طبعا اقل من هنا بس still برضو تعتبر وقت طويل. لما احتاج مثلا اكولكت مثلا 50 صوره مثلا عشان اكولكت فوليوم بنتكلم على وقت طويل جدا بالنسبه لبيشنت، احنا ومحتاجين برضو ان احنا ممكن ناخد عند انجلز مختلفه، يعني في حاجات كتيره الحقيقه يعني تخلي برضو سكند جنريشن ما هياش very efficient. الثيرد جنريشن بقى ابتدت تشتغل بطريقه مختلفه شويه. ابتدت دلوقتي تلغي خالص فكره اللينير موشن، يعني ما بقتش احتاج ان انا اتحرك هنا خالص، بقيت حطيت هنا عدد من الديتكتورز بحيث يغطوا الاوبجكت كله، يعني باخد اكسبوجر واحد في كل انجل، ومن الاكسبوجر واحد ده باخد عدد من الايكويشنز يكفيني عند الانجل دي. فهنا الحقيقه بدل ما كان هنا يعني
يعني بيسك، بعمل ترانسليشن، بعمل حركه هنا حركه خطيه، وبعد كده بعمل روتيشن. لا بقى هنا بس الروتيشن وخلاص. بقى عندي تيوب قصاد عدد كافي من الديتكتورز، بقى عندي ديتكتور اراي، والديتكتور اراي ده كل مره بياكواير عدد كافي من الايكويشنز في كل واحده من الانجلز اللي انا واقف عندها، وبالتالي طبعا السرعه بقت اكتر بكتير جدا. الحقيقه برضو المشكله هنا ان احنا هنا بنحتاج نحرك الاراي اللي هو الديتكتور اراي مع الاكس راي تيوب، وهما الاثنين حقيقه حجمهم يعني وزنهم بيعتبر فيري هيفي، فبالتالي برضو الحركه الميكانيكيه كانت فيها صعوبه. فالحل الحقيقه اللي هو حاليا مستعمل اللي هو الفورث جنريشن، بتكلم على الفان بيم اكوزيشن، بيبقى عندي الديتكتورز موجوده يعني عامله لايننج لكل الانجلز وثابته في مكانها، اوكي، وبيبقى في عندي بس الاكس راي تيوب هي اللي بتتحرك، وبالتالي انا بقف هنا بالاكس راي تيوب هحتاج احرك الاكس راي تيوب بس، وعند كل بوزيشن للاكس راي تيوب باكواير عدد كبير من الايكويشنز في وان اكسبوجر، فبالتالي ده يبقى ماتش مور افيشنت، ويقدر ان هو يبقى يعني خليت الحاجه اللي بتتحرك تبقى اخف حاجه ممكنه، لان ما اقدرش ان انا اقلل عنها، ما اقدرش اقلل عن الاكس راي تيوب، الاكس راي تيوب هي المينيمم اللي اقدر احركه، وفي نفس الوقت الديتكتورز كلها ثابته في مكانها، وبقدر اكولكت عدد كبير من الايكويشنز في كل مره بعمل فيها اكسبوجر، فبالتالي بقى بالنسبه للاكسبوجر بتاع البيشنت بقى احسن، بالنسبه للهيت كاباسيتي بتاعت التيوب نفسها ما بحتاجش ان انا اعمل اكسبوجرز كتير، فبالتالي بقى برضو الافشنسي بقت احسن. بالنسبه للحركه الميكانيكيه بقت التيوب نفسها خفيفه، اخف من التيوب والديتكتورز مع بعض، وبالتالي الحركه بقت اسرع، وبالتالي الفور جنريشن هو ده الحاجه اللي مستعمله حاليا في الاكس راي، في السي تي، في الكمبيوتر توموجرافي. الحقيقه برضو رغم كل التطور اللي حصل، ورغم الفور جنريشن طبعا ماتش مور افيشنت اللي هو بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده الفور جنريشن، الا ان برضو علشان اصور فوليوم، لو انا عايز اصور فوليوم للبيشنت دوت، يعني عايز اصور مثلا فرضا اصور الصدر كله من اول مثلا الرقبه مثلا لغايه البطن مثلا، اوكي، عندي عدد كبير من الصور عايز اخدها. النقطه ان في الفور جنريشن سي تي بحتاج ان انا اصور صوره وبعد كده احرك التيبل لبوزيشن تاني اخد صوره تانيه، واحرك التيبل لمكان تاني واخد صوره تالته، وهكذا عشان اخد الفوليوم كله. المشكله في الحركه اللي بالشكل ده كده كل ان انا محتاج ان انا ابتدي الحركه وبعد كده اتوقف واتاكد ان انا توقفت تماما قبل ما اخد الاكسبوجر، الكلام ده الحقيقه بيأخر في الاكوزيشن تايم، بيخلي الاكوزيشن تايم بتاعي اطول. الحقيقه الحاجه اللي خلت السي تي يبقى موجود النهارده بالشكل اللي هو موجود بيه دلوقتي والتطور بتاع التطبيقات بتاعته هو حاجه بنسميها الهيليكال او السبايرال سي تي. السبايرال سي تي فكرته الاساسيه ان احنا بدل ما ناخد اكسبوجر وبعد كده نحرك التيبل عند بوزيشن تاني وناخد اكسبوجر تاني، لا، التيوب بتتحرك طول الوقت بتعمل اكسبوجر طول الوقت، والتيبل بتتحرك للداخل طول الوقت. لو احنا بصينا لها كده ايه اللي بيحصل فعليا، هنلاقي ان احنا براكتيكالي الحاجه اللي احنا بنعملها اكوزيشن مش عباره عن سيركلز، لا، بنعمل حاجه عباره عن سبايرال، بنأكواير سبايرال من الاكوزيشنز. يعني بمعنى ان احنا دلوقتي بنعمل اكسبوجر، بعد كده لما نيجي نعمل اكسبوجر تاني مش هناخده في نفس البلين هو، لا، هناخده في البلين اللي بعده هيبقى عند نقطه تانيه، وهكذا. زي ما احنا بنبص هنا كده، يعني هنا باخد اكسبوجر في نقطه، بعد كده باخد اكسبوجر في نقطه تانيه، وهكذا. يعني كل واحده من النقط بتبقى في مكان مختلف في بلين مختلف. الفكره الاساسيه بقى ان احنا بعد ما نعمل اكوزيشن للهيليكس او السبايرال اللي هو بالشكل ده كده، ازاي ان انا اكون الصور؟ ازاي ان انا عند المكان ده مثلا عند زي بتساوي كذا، او عند اللي هي المسافه اللي هي كذا في السبجكت، عايز ريكونستراكت الصوره بتاعت المكان ده بالذات، مش عايز ريكونستراكت بقيه الصور الثانيه، اعمل ايه؟ الحقيقه الفكره بتاعتها طلعت انها فكره بسيطه جدا، ان هو بيجي من خلال النقط اللي موجوده عندي هنا دي كده، انا بحدد البلين اللي انا عايز اخده، البلين اللي انا عايز اخده في النص هنا كده، وابتدي بعد كده اكون سيركل من البروجكشنز عباره عن انتربوليشن بين النقط اللي موجوده هنا دي. يعني فرضا انا دلوقتي عاوز، انا عندي النقطه دي موجوده وعندي النقطه دي موجوده، وعايز اجيب النقطه اللي انا عايز ان انا اعملها استيميشن، يعني النقطه اللي هي بتمثل لي البلين اللي في النص دوت، اقدر بمنتهى البساطه بطريقه اسمها الانتربوليشن، وابسط طريقه فيها هي لينير انتربوليشن، اللي هو بياخد بيسك الافرج بتاع الاثنين دول لو هي في النص بالظبط
بياخد الافريج، لو هي مش في النص ناخد ويتد افريج بحيث انها تبقى اقرب للنقطه اللي هي مسافتها عنها تبقى اصغر، وبالتالي نقدر نكون السلايسز او نقدر نكون الداتا بتاعت اي سلايس احنا عايزينها. والحقيقه اكشوالي ما هيش بس كده، احنا نقدر نكون صوره في اي مكان في الفوليوم كله، ونقدر نعمل الصوره دي باي انجل كمان. فبالتالي خلتنا نقدر ان احنا نعمل مانيبيوليشن للفوليوم زي ما احنا عايزين. الحقيقه الهيليكال او السبايرال سي تي مش بس حسن في الاكوزيشن تايم نتيجه ان احنا الحركه كلها مستمره، فما فيش دلوقتي الجزء بتاع التوقف عن الحركه والاحتياج ان احنا نتاكد ان احنا توقفنا تماما، لطبعا الحركه عشان حاجه بتتحرك بوزن كبير كده تتوقف تماما بتاخد وقت. هنا احنا متاكدين ان هي بتتحرك بطريقه سرعه ثابته، والسرعه الثابته دي الحقيقه بتبقى كونتينيوس وما بيبقاش فيها اي توقف خالص، وبالتالي بالنسبه للتيبل وبالنسبه للاكس راي تيوب بيبقى الحركه مستمره، وبالتالي الاكوزيشن بتاع الداتا بيبقى اسرع ما يمكن. وبالتالي في الحاله بتاعتنا بتاعت الهيليكال سي تي الحقيقه نقدر ناكواير ريل تايم ايمجنج، يعني نقدر ناكواير الداتا، يعني نقدر نصور بيها مثلا حركه القلب، وحركه القلب سريعه جدا، ونقدر نصورها الحقيقه بالطريقه دي بمنتهى البساطه من غير ما يكون عندنا اي مشكله خالص. ويعني خلت الاكوزيشن تايم اسرع بكتير جدا، وبالتالي بقى في ابلكيشنز كتيره ما كانش السي تي يقدر يعملها قبل كده ابتدت تبقى موجوده وابتدت تبقى منتشره جدا، وخلت السي تي يبقى موجود بالشكل القوي اللي احنا شايفينه النهارده. الحقيقه برضو واحده من التكنولوجيز اللي ساعدت على انتشار السي تي بالابلكيشنز بتاعته الكتيره اللي موجوده دلوقتي حاجه بنسميها المالتي سلايس هيليكال سي تي. بدل ما كان عندنا سنجل لاين of detectors بقى عندنا two dimensional array، يعني بدل ما يكون عندنا يعني حاجة واحدة بس مجموعة sensors موجودة بشكل مثلا هي رينج واحدة بس من sensors موجودة lining الفتحة بتاعت CT، بقى عندنا two dimensional array بالشكل ده كده، ممكن يبقى في عندنا عدد كبير جدا من slices، عدد كبير جدا من elements في الدايركشن ده، وبالتالي اقدر acquire بيها عدد من slices في نفس الوقت. يعني مثلا دلوقتي بقينا نسمع عن في عندنا يعني مثلا 128 سلايس سي تي. يعني ايه 128 سلايس سي تي؟ يعني معنى كده عندنا 20 صف من الديتكتورز، بدل ما كان عندنا صف واحد في الفورث جينيريشن سي تي وفي الفيرست جينيريشن من الهيليكال سي تي اللي هو كان سنجل سلايس هيليكال سي تي، بقى عندنا عدد كبير من السنسورز كل واحده فيهم بتجيب لي ايكويشن في سلايس مختلفه، وبالتالي بدل ما كنت باخد يعني هيليكس او باخد سبايرال بيمشي ب 1 يعني 1 لاين وخلاص، بقى عندي عدد باخدهم ان بارلل، يعني كل واحده من دول بتمثل سلايد يعني سبايرال مختلف، والسبايرال المختلف ده بعمل له اكوزيشن سيمالتينيسلي مع الاولاني، وبالتالي بقدر اكواير كم كبير جدا من الداتا بطريقه بارلل. وبالتالي انا دلوقتي اقدر ان انا مثلا اقدر اعمل ريكونستراكشن لفوليوم، يعني ممكن مثلا عندي عدد السنسورز بتاعي يكفي ان هو يغطي القلب مثلا، ممكن والتيبل موجوده في مكانها اقدر اكواير الفوليوم بتاع القلب كله في وقت واحد واقدر اعرضه ريل تايم، وده طبعا حاجه بتخلي الافشنسي بتاعت الاكوزيشن والابلكيشن بتاعت الاكوزيشن حقيقه بالسي تي يعني ماتش مور يعني فيرساتايل، واقدر ان انا استعمله في تطبيقات كان صعب جدا ان انا استعمله فيها قبل كده. فالمالتي سلايس سبايرال سي تي او هيليكال سي تي هو عباره عن نفس الفكره بتاعه الهيليكال سي تي، بس بدل ما يكون عندي صف واحد من الديتكتورز بقى عندي دلوقتي عدد كبير من الصفوف وكلها بتعمل اكوزيشن في نفس الوقت، وبالتالي بقدر اكواير عدد كبير جدا من السلايسز في وقت واحد، وبالتالي بتسهل عليا جدا او بتحسن جدا الافشنسي بتاعه الاستعمال بتاع الجهاز. احد التطبيقات الجديده اللي موجوده في الكمبيوتر توموجرافي حاجه بنسميها الكون بيم سي تي. في الكون بيم سي تي الحقيقه بيبقى بدل ما يكون عندنا شكل البيم فان بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين، هو بالظبط كده احنا بنبعت البيم بيبقى شكله حاجه بالمنظر ده، يعني بمعنى ان هو بيبقى له يعني شكل فان في الان بلين في البلين نفسه اللي هو اللي احنا بنصور فيه، وله ثيكنس معين بس اكشولي عامل زي قطعه البيتزا، عامل زي سلايس بتاعه البيتزا كده، اوكي لها ثيكنس محدود. في الكون بيم سي تي لا، احنا بناخد الاكس راي بيم ما بنعملوش اي كوليميشن في الدايركشن بتاع السلايس، يعني بناخد حاجه شكل الاكس راي بيم نفسه بيبقى شكله كون،
شكل الكون، يعني شكل الكون ده معناه ان هو بيغطي فوليوم في مره واحده. وبالتالي لو حطينا هنا تو دايمنشنال اراي اوف ديتكتورز بنقدر ناكواير الداتا للفوليوم كله في مره واحده. الحقيقه التطبيق الاساسي اللي موجود للكون بي ام سي تي هو حاليا موجود في الاسنان بس، مش موجود في التطبيقات الاخرى. وبيبقى فيه اكشولي حاجه بالشكل ده كده، بيبقى فيه عندنا في وان سايد بيبقى فيه عندنا الاكس راي تيوب، وفي الاذر سايد بيبقى فيه عندنا ديتكتورز، ونقدر ده بيلف ويقدر ياكواير الداتا في وقت قليل. ويعني مش محتاجين طبعا يبقى ريل تايم، بس الفكره فيه ان هو طبعا بيبقى ماتش مور افيشنت، وبيبقى طبعا حجم الجهاز نفسه بيبقى اصغر بكتير جدا من السي تي العادي، والدوزج بتاعه الحقيقه محتاج طبعا بالنسبه للدنتال بيبقى اقل بكتير جدا من الدوز بتاعت السي تي العادي. فالحقيقه يعني كسامري بالنسبه للكوم بيم سي تي، شكل البيم هنا مختلف عن شكل البيم اللي بنستعمله في بقيه الانواع الثانيه. شكل البيم اللي بنستعمله في بقيه الانواع الثانيه بيبقى شكله عامل كده، بيبقى شكله فان، يعني شكله فان هنا في البلين، ويبقى له ثيكنس محدود. بالنسبه للكون بيم بيبقى شكله كون، معناه ان هو عباره عن مخروط، المخروط ده بيبقى بيسكلي يعني كروس سكشن بتاعه هنا دايره، هنا كروس سكشن هتلاقيه عباره عن حاجه شكلها زي مستطيل صغير مثلا. فهنا يسمح لنا ان احنا نقدر نبص على الفك كله في مره واحده، ونقدر ان احنا لو لفينا الاثنين دول مع بعض كده، لفينا السورس وديتكتور مع بعض، طبعا هنا بيبقى عشان الشكل بتاع الفيلد اوف فيو صغير وعدد الديتكتورز احنا محتاجينها ما هواش كبير، بيبقى اكشوالي والاكس راي سورس طبعا عشان الاكس راي مستعملها في الدنتال بتبقى الكباسيتي بتاعتها بتبقى قليله، او الانرجي بتاعتها بتبقى يعني مختلفه، يعني محتاجش ان احنا نحط دوز كبيره. فبالتالي الاكس راي بيم نفسها او اكس راي تيوب والديتكتورز بيبقى حجمهم صغير، وبالتالي نقدر نحركهم في منتهى البساطه في سيستم يعني بالشكل ده كده، بيبقى بسيط بالنسبه للبيشنت. البيشنت بيقعد هنا ودي بتلف حواليه مره واحده وخلاص بيأكواير الصوره. فهي الفكره الاساسيه اللي موجوده عندنا في الكون بيم، عندنا كون شيبد اكس راي بيم بلس تو دايمنشن اري ديتكتورز، اوكي، وهما الاثنين بيلفوا مع بعض ويأكواير بعد كده الداتا اللي بيكونستراكت بيها الفوليوم مره واحده. نبدأ دلوقتي نتكلم على خصائص صورة الكمبيوتر توموغرافي. أول حاجة الصورة نفسها، القيم بتاعت كل نقطة من نقط الصورة بتعرف إن هي حاجة اسمها سي تي نمبر، والسي تي نمبر ده الحقيقة بيبقى الوحدات بتاعته حاجة اسمها الأونس في اليونت. هي بيسكلي سي تي نمبر is the value of the CT image pixels expressed in أونس في اليونت. الأونس في اليونت دي اللي هي الديفينيشن بتاع الحقيقة هو بالشكل ده كده، هي عبارة عن 1000 في ميو ماينس ميو ووتر على ميو ووتر. ميو دي هي الاتنيويشن بتاع الاكس راي في الجسم، بيساوي كام بتاع النقطه نفسها بتاع المكان اللي انا باخد فيه الصوره. يعني بمعنى ان السي تي نمبر او القيمه بتاع صوره السي تي عند اي نقطه بتتناسب مع الميو او الاتنيويشن بتاع الاكس راي عند النقطه دي بالظبط. وبالتالي الحقيقه بتبقى لها اهميه كبيره الحقيقه، ان هي فعلا بتكورسبوند للبروبرتي مهمه جدا، بتتغير مع تغير نوع الانسجه، تتغير مع الدنسي بتاعت الانسجه، بتتغير مع حاجات كتيره تخلي فعلا الصوره اللي بتطلع لي دي يبقى الكونتراست بين انواع الانسجه المختلفه يبقى واضح جدا. المشكله في السي تي نمبرز او القيم بتاعت صور السي تي هي ان الرينج بتاعها الحقيقه واسع جدا. يعني على سبيل المثال لو حطينا هنا ميو بتساوي صفر، لو احنا اعتبرنا الاير ده الاتنيويشن بتاعه تقريبا صفر، يبقى معنى كده قيمه السي تي نمبر هتبقى عباره عن صفر ماينس ميو دبليو اللي هي ميو ووتر اللي هي الاتنيويشن بتاع الووتر على ميو ووتر، يبقى معنى كده ماينس ميو ووتر على ميو ووتر تبقى ماينس 1 في 1000 تبقى ماينس 1000، يبقى هي المينيمم بتاعها ماينس 1000. لو حطينا هنا الميو بتاعت البون ده بنتكلم على حاجه في حدود مثلا ممكن تبقى مثلا من ثلاث مرات قد، او يعني ممكن تبقى اكتر من كده كمان، اربع مرات قد الووتر. فمعنى كده بنلاقي ان هي ممكن توصل في البون ل 3000، يعني تبقى دي مثلا عباره عن مثلا 4 ميو ووتر، 4 ماينس 1 يبقى 3 ميو ووتر على ميو ووتر تبقى 3 في 1000 تبقى 3000. فالحقيقه الرينج بتاع الارقام في النورمال تيشوز كبير جدا، من ماينس 1000 لغايه 3000. اكشولي ال 3000 دي ممكن تبقى اكتر من كده كمان، لو احنا عندنا في بعض الاحيان مثلا عندنا تركيبات معدنيه موجوده عندنا في الجسم ممكن تبقى اكتر من كده كمان. بس حتى في الرينج اللي هو الطبيعي اللي هو من ماينس 1000 ل 3000 عندنا مشكله، ان عندنا 4000 يعني 4000 يعني الرينج نفسه 4000،
ابقى طلعت ده في مشكله طبعا، ان احنا ما نقدرش ان احنا نشوفه بشكل واضح على اي مونيتور من المونيتورز اللي احنا بنستعملها في الكمبيوتر. يعني بيسك لو انا بتخيل دلوقتي الكمبيوتر العادي بتاعي اللي انا بستعمله دلوقتي في اي مكان، دايما هلاقي الجراي فاليوز بتاعتي، جراي سكيل بتاعي دايما من 0 ل 255. يعني عمري ما بلاقي اي مونيتور دلوقتي فيه اكتر من 256 جراي ليفل. فبالتالي لو انا عرضت صوره فيها 4000 ليفل، يعني من ماينس 1000 ل 3000 تعتبر 4000 ليفل. 4000 ليفل هيبقى في منتهى الصعوبه ان اشوف التفاصيل. بمعنى ان انا لو عندي انواع مختلفه من الانسجه، هلاقي مثلا الانسجه اللي هي تعتبر القيم بتاعتها قليله او قريبه من بعض تظهر كلها زي بعض. يعني انا العين البشريه ما تقدرش تشوف اكتر من 16 ديفرنت ليفل، يعني عشان تفرق بينهم بطريقه يعني يعني فيها يعني ثقه او فيها يعني بتتكرر بشكل يعني مستمر، يعني ما بقاش فيها خطا كبير. دايما بحب ان انا ما ازودش عن 16. هنا بتكلم لو عندي 4000 ليفل، لو قسمتهم على 16 الاقي مثلا بتكلم على يعني كل مثلا 200 ليفل ولا حاجه يبقوا حاجه واحده. وبالتالي الكونتراست البسيط اللي بين انواع الانسجه المختلفه وبعض، او لو في عندي تغير طفيف في انواع الانسجه او في نوع معين من الانسجه نتيجه لتغير مرضي، يعني هيبقى صعب جدا ان انا اشوفه. فالحقيقه الحاجه اللي اتعملت في السي تي علشان تسمح ان احنا نشوف الكلام ده بشكل احسن هو ان احنا نعمل حاجه اسمها ويندوينج. الويندوينج الحقيقه بيعمل حاجه ان هو بياخد يعني بياخد حاجه اسمها ويندو سنتر، بياخد حاجه اسمها ويندو ويدث، بياخد السكيل بتاع الاونس في اليونتس اللي هو بيبقى من ماينس 1000 لغايه 3000، واخد منه جزء معين بيبقى سنتر حوالين سي ولو ويدث معين دبليو، وهو ده اللي عامل له مابنج للجراي سكيل اللي انا بعرضه في الكمبيوتر بتاعه على شاشه الكمبيوتر. وبالتالي انا هنا عملت اختيار لمكان معين ورينج معين عشان اعرضه. اي حاجه اكتر من كده بعرضها ان هي ابيض، اي حاجه اقل من كده بعرضها ان هي اسود. الحقيقه لو احنا بصينا على انواع الانسجه المختلفه هلاقي ان احنا بنتكلم على الحاجات اللي هي الرينج بتاع الماينس 1000 ده بيبقى فيه الحاجات اللي فيها هواء زي اللانجز مثلا، والحاجات اللي هي يعني دايما بيبقى فيها هواء. الحاجات اللي في الصفر هي اللي قريبه من ان يكون فيها ميه مثلا، زي الانسجه العاديه كلها بيبقى عاده بيبقى شكلها زي الميه. طبعا الدم نفسه والانسجه نفسها بيبقى فيها كميه من الميه في الاكستراسيلولر والانتراسيلولر سبيس، فدايما كلها بتبقى موجوده قريبه من الزيرو. الجزء الكبير اللي هو اعلى من كده بيبقى في البون. فالحقيقه بختار ويندو معينه، الناس اختارت مثلا او الناس تعرفت ان يبقى في عندهم مثلا لونج ويندو بتبقى واخده من هنا لغايه هنا مثلا، ويبقى السنتر بتاعها هنا. لو عايز بون بتكلم ان انا بشفت الكلام ده شويه. لو بتكلم على السوفت تيشو ويندو باخد مثلا ويندو تبقى حوالين بس الصفر، يعني من ماينس لبلس حاجه صغيره هنا. يعني الناس تعرفت ان يبقى في عندنا انواع مختلفه من الويندوز زي ما احنا شايفين كده، كل واحده من الويندوز دي تاخد لي جزء من السكيل وتعرضه لي بشكل يسمح لي ان اشوف الصوره بشكل اللي انا عاوزه بالظبط. فهنا زي ما انتم شايفين كده يعني دي الطبيب نفسه هو قاعد على الفيوينج ستيشن يقدر يغير الويندو اللي هو السنتر بتاعها ويغير الويث بتاعها عشان يقدر يشوف الصوره بشكل واضح. انا هوريكم مثال دلوقتي عملي. يعني مثلا دلوقتي عندنا صوره بالشكل ده كده، دي نفس الصوره هي خدت لها ويندو مختلفه بقى شكلها كده. انا هنا مركز على البون زي ما انتم شايفين كده، البون هنا ما كان شكله صعب جدا ان انا الاحظه من السوفت تيشوز الموجوده حواليه. هنا لما انا عرضته بشكل مركز على البون، يعني حطيت بون ويندو بالشكل ده كده، ظهر لي البون بشكل اوضح بكتير جدا من الحاجات اللي حواليه. الحقيقه في برنامج لطيف جدا اسمه ام جي، ممكن ننزل صوره من الصور اللي هي دايكوم، اي صوره من صور مثلا سي تي من على الانترنت، اي صوره دايكوم، ونقدر نعرضها بالشكل ده كده، ونقدر نغير يعني يسمح لنا ان احنا نقدر نعمل الويندو والسنتر، يعني نختار السي والدبليو دول زي ما انتم شايفين هنا كده، ونعرض الصوره زي ما احنا شايفين هنا كده بالشكل اللي هيطلع بناء على الايه الاختيار بتاعنا للويندو وللسنتر. يعني هنا هو واخد الويندو من اول هنا، من اول نقطه لغايه اخر نقطه هنا، ياخد كل النقط، والسنتر طبعا هيبقى في النص بينهم. خلينا نشوف مع بعض كده، لما نشغل دي كده نشوف عند ديفرنت فاليوز ايه اللي هيحصل. انا هنا دلوقتي اللي هيحصل ان انا هغير هنا، وهتشوفوا التغير ده في الصوره، تغيير الكيرف ده هيغير لي ايه هنا في الصوره. زي ما انتم شايفين انا بغير الويندو دلوقتي، بحركها زي ما انتم شايفين، بغير السنتر هنا. لما بغير السنتر زي ما انتم شايفين كده بشوف حاجات مختلفه، زي ما انتم شايفين هنا ايه اللي بيحصل.
هنا انا بغير بس السنتر، هنا بغير الويدث. لما بغير الويدث عند نفس السنتر زي ما انتم شايفين كده بتشوف حاجات مختلفه جدا. هنا الحاجه اللي اقل بتبقى صفر، والحاجه اللي اكبر بتبقى وايت، بتبقى يعني 255 يعني ابيض. زي ما انتم شايفين كده انا خدتها بعيد خالص. هنا زي ما انتم شايفين انا خدت الجزء اللي فيه اللانجز شكله واضح جدا، مركز على الجزء اللي هو قليل. بتحرك شويه بشوف السوفت تيشوز، زي ما انتم شايفين هنا بشوف حاجات ما كنتش شايفها قبل كده. هنا اتحركت بقى الناحيه الثانيه ناحيه البون، هنا مش شايف غير البون. فهنا اكشوالي الطريقه اللي انا يعني بعرضها دلوقتي حالا دي الطبيب بيقدر ينفذها وهو قاعد على الفيو ستيشن، بحيث ان هو يقدر يشوف من نفس صوره السي تي، يشوف صوره يبقى مركز فيها على السوفت تيشو، صوره مركز فيها على الحاجات اللي زي اللانج اللي بيبقى فيها هواء، صوره ثانيه يبقى مركز فيها على الحاجات اللي فيها بون، بحيث نفس الصوره تصلح ان هو يشوف بيها كل انواع التيشوز مختلفه بطريقه دقيقه جدا جدا جدا. وده طبعا بيسمح لنا ان احنا صوره واحده، ما فيش بقى ناخد صوره مثلا مره عشان اشوف البون وصوره مره عشان اشوف السوفت تيشو، لا هي صوره واحده للسي تي واقدر اشوف منها كل انواع التيشوز بطريقه واضحه جدا باستعمال طريقه الويندوينج دي. صور السي تي دايما بيبقى فيها بعض انواع الارتيفاكتس. احنا شفنا لما كنا بنوري طريقه الريكونستراكشن كان بيبقى في عندنا حاجه كده خطوط كنا بنشوفها في الصوره، ودي الحقيقه بتطلع ساعات في الصور العاديه لما يكون عندي صوره شكلها فلات كده، ساعات بيطلع لي بدل ما تطلع فلات يطلع لي فيها شكل خطوط كده. الخطوط دي ما هياش طبيعيه، مش المفروض انها تكون موجوده في الجسم بالشكل ده، فدي بنسميها ستريك ارتيفاكت. فهي بيسكلي الارتيفاكتس في السي تي هي اساسها عباره عن نيوميريكال ارتيفاكتس. يعني انا خدت مجموعه ايكويشنز وبحل مجموعه الايكويشنز دي، للاسف ساعات مجموعه الايكويشنز دي نتيجه لحاجه معينه موجوده في الجسم نفسه او طريقه الحل نفسها بيطلع فيها ايرورز، والايرورز دي بنسميها ارتيفاكتس. فاول نوع هو الستريك ارتيفاكتس، ده منتشر جدا. لو جبت اي صوره سي تي وبصيت على جزء منها المفروض يبقى شكله فلات، دايما هتلاحظ الخطوط دي، فده موجود دايما. بيبقى في عندنا برضو بي ده موشن ارتيفاكت، ده ممكن يبقى ريليتد للبيشنت اكتر شويه. احنا دلوقتي بنكولكت الداتا عشان نكون صوره في وقت معين، وقت محدود. لو حصل ان البيشنت اتحرك في اثناء الوقت اللي بكولكت فيه الداتا ديت، فبيسكلي بيبقى جزء من الداتا بيكورسبوند لوضع معين للجسم، وجزء تاني بيكورسبوند لوضع تاني. لما اجي اكومباين الاثنين واطلع صوره بيطلع لي زي ما انتم شايفين كده، اكن عندي جمعت صورتين كده في حاجه واحده، يعني هي شكلها طبعا مش طبيعي انها تكون كده. فهنا الموشن ارتفاكت ده على فكره موجود في تقريبا كل طرق التصوير، يعني لما بصور بالام ار اي برضه منتشر جدا برضه مشكله الموشن ارتفاكت. فالموشن ارتفاكت لو حصل حركه في اثناء وقت التصوير بيطلع لنا مشكله بالشكل ده كده، بيطلع لنا الصوره فيها مشكله. في عندنا مشكله اخرى بيسموها البيم هاردنينج ارتفاكت. يعني هنا المشكله في البيم هاردنينج، احنا دايما بنصور مثلا في السي تي بكيلو فولت معين. طبعا احنا بنتكلم على كيلو فولت هو الانرجي بتاعت البيم بتاع الاكس راي. كل ما الكي في عالي اللي هو كيلو فولت عالي، كل ما كان الانرجي بتاعت الاكس راي كانت اكتر. المشكله ان بيبقى عاده ما بيبقاش عندنا بنصور بسنجل كي في، عاده بيبقى في عندنا رينج، عندنا سبيكترم. المشكله اللي بتحصل ان احنا يعني البيم بتاع الاكس راي بيبقى فيه اجزاء فيها كي في قليله، يعني جزء من السبيكترم فيه كي في قليله وجزء من السبيكترم فيه كي في عاليه. كل ما بنمشي اكتر في الجسم كل ما الانرجي الاقل بتمتص اكتر، وبالتالي بيبقى في الاخر البيم بدل ما كان فيه اجزاء قليله هي اللي بس فيها كي في عالي، لا بقت هي بس اللي موجوده، يعني كل الكي في القليل بقى خلاص امتص في الجسم، فبتطلع صوره اكنها كورسبوندنج لكي في اعلى من اللي كان موجود. فدي طبعا بتبقى حاجه بتحصل ناتشرالي نتيجه للاتينيويشن اللي بيحصل داخل الجسم. في عندنا نوع تاني من الارتيفاكس بيطلع لنا فيه حاجه زي رينج كده، بيطلع لنا حاجه زي خط كده، حاجه شكلها دائري سيركلر كده زي هنا وزي هنا موجوده في الصوره، بسميه رينج ارتيفاكت. الرينج ارتيفاكت ده يعني الحقيقه سببه فني شويه. لو اي واحد من الديتكتورز الموجوده في السيستم حصل فيه مشكله بيطلع لنا الرينج ارتيفاكت ده. فاول لما نلاحظ الرينج ارتيفاكت يبقى لازم نتشك على الديتكتورز الموجودين ونتاكد ان هم يعني نتاكد اني واحد فيهم اللي عنده مشكله ونعمل له ريبير. في عندنا مشكله برضو منتشره جدا، مشكله البلوم ارتيفاكت او الميتال ارتيفاكت. الحقيقه الميتال
بطبيعته الاتينويشن بتاعه اكتر بكتير جدا من الاتينويشن بتاع اي حاجه موجوده عندنا في الجسم. فالحقيقه بيعمل لنا حاجه بنسميها ال كونديشننج بالنسبه للينير سيستم. لما بيجي نحل لينير سيستم ايكويشنز في بعض الاحيان بيبقى لو في عندنا ايكويشن فيها فاريبل قيمته اكبر بكتير جدا من بقيه الفاريبلز الثانيه، دايما بيعمل لي مشكله شويه في الحل، وبيحتاج طرق معقده اكتر بكتير قوي عشان اقدر اطلع حل يكون ما فيهوش مشاكل يعني. فالبلوم ارتيفاكت ده بيحصل لما يكون واحد مثلا حاطط تركيبه معدنيه، زي مثلا حد حاطط حشو معدني في اسنانه زي اللي حاصل هنا فعلا. هنا في حشو موجود، والحشو المعدني دوت بيعمل مشكله حواليه بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده، بيطلع لنا حاجه اكن النقطه دي كده اكنها يعني فيها حاجه بتعمل مثلا يعني بيطلع منها خطوط كده بتعمل ارتيفاكت في كل الاماكن اللي حواليه. دي دايما بتبقى موجوده لما يكون في عندنا تركيبه معدنيه موجوده، سواء في الاسنان، سواء في مثلا حد مركب مثلا ارتفيشال هيب، حد مركب مثلا مفصل صناعي مثلا في مكان مثلا الركبه، حاجه بالشكل ده كده، اي حاجه معدنيه، مسمار معدني موجود مثلا في العظم مثلا، اي حاجه معدنيه موجوده في الجسم نتوقع منها انها تعمل لنا ميتال ارتفاكت. الحقيقه الارتفاكتس زي كده كلها لها طرق للحل. ميتال ارتفاكتس على الاقل في بعض الطرق موجوده، بس الحقيقه برضو هي الحقيقه عشان نيوميريكال بروبلم وعدد الايكويشنز ما هوش كبير قوي، بيبقى الحقيقه حلها بيبقى الى حد ما بيبقى تشالنجينج يعني. واحده من النقط البحثيه اللي مفتوحه لسه اوبن لغايه دلوقتي. بالنسبه للابلكيشن بتاعت السي تي، لا الحقيقه ابلكيشنز انتشرت الحقيقه بقت كتير قوي دلوقتي. بقينا نقدر نبص بيها على مش بس على الاناتومي، نقدر نبص بيها على الفيسلز بلاد فيسلز. هنا بنحقن صبغه ونقدر نصور الجسم كله بقى، ونقدر نطلع في الاخر حاجه تبقى شكلها فوليومتريك يعني، نطلع سلايسز بقى من الكلام ده نقدر نشوفها بشكل واضح يعني، نطلعها بشكل فوليومتريك يعني. هنا اكشولي احنا عاملين ريكونستراكشن للفيسلز بشكل فوليومتريك يعني، دي ما هياش حاجه عباره عن بروجكشن ايمج، لا دي عباره عن حاجه جايه من سي تي. ممكن نطلع اكشولي 3 دي ريكونستراكشن للاجزاء اللي احنا محتاجينها في الجسم من السي تي. نطلع برضو للكولون، نقدر نعمل فيرتشوال كولونوسكوبي زي ما احنا شايفين هنا مثلا، ده فيرتشوال كولونوسكوبي يعني بنأكواير صوره الكولون، بنحط فيه طبعا ممكن نحط فيه صبغه ونصوره، وبعد كده ممكن يعني عاده ممكن ما يحتاجش بالنسبه لل حسب الابلكيشن طبعا، ممكن ما يبقاش فيه احتياج للصبغه، بس النقطه ان احنا في الاخر بنطلع فوليوم في الكولون. وبدل ما الطبيب يحتاج عشان يبص على البوليبس الموجوده، بدل ما يحتاج يبص على اللي هي الاماكن اللي فيها اورام صغيره بتبقى موجوده بدايات اورام بالشكل ده كده، ممكن اكشولي السوفت وير ياخد الفوليوم ويعمل فيه يعني، بدل ما الطبيب هو يبص بعينيه اكشولي هو يديتكت الاماكن اللي زي كده ويعرضها للطبيب بشكل ملون بالشكل ده كده عشان يعمل عليها فيرذر تشيكنج يعني. هنا مثلا هو هنا عارض على حاجه، هنا دخل باندوسكوب مش داخل بقى بيصور بسي تي، هنا داخل باندوسكوب واضح جدا ان الحاجه اللي عملها عملها ديتكشن بالسي تي فعلا في نفس المكان وفعلا تقريبا نفس الشكل اللي احنا شايفينه. نفس الكلام هنا برضو الحقيقه يعني، هنا بدل ما ندخل باندوسكوب احنا هنا ممكن ناخد السي تي والطبيب يستعمل بقى السوفت وير الموجود عليه علشان يعمل يعني كمبيوتر ايدد دايجنوستس للحاجه اللي موجوده عنده في الايه في الكولون. نفس الكلام الحقيقه نقدر نصور القلب ونعمل له 3 دايمنشنال يعني ريندرنج، ونقدر احنا نشوفه بقى وهو بينبض في الكلام ده، نقدر نعرضه كفيديو ونقدر نشوف الحركه بتاعته، ونقدر نديتكت اذا كان في اي مشكله في العضله بشكل يعني يعوق الحركه بتاعتها، نقدر نديتكشن من خلال السي تي فيديو من هنا. نفس الكلام نقدر نبص على المخ، طبعا الابلكيشنز كتيره جدا في المخ طبعا تقدر نقدر نستعملها، ونقدر نديتكت اذا كان في مثلا اماكن فيها مشاكل في الاوعيه الدمويه او اماكن فيها اورام او حاجات زي كده. والحقيقه السي تي بيتميز ان هو من اكثر الطرق التصوير دقه في قياس يعني، واحنا بنقيس اي مسافات السي تي يعتبر من افضل الحاجات اللي بتقيس لنا المسافات في التصوير الطبي يعني. لو قارناها بالالترا ساوند، الالترا ساوند الحقيقه فيها مشاكل كبيره بالنسبه للجيومتريك اكيورسي. الام ار اي في الاماكن اللي فيها مثلا يعني سسبتيبيليتي ارتيفاكس بنلاقي ان فيها مشاكل برضو، اللي هي حاجات الاماكن القريبه من الهواء او اماكن قريبه من العظم او حاجات زي كده، بيبقى في برضو بعض المشاكل اللي بتعوق الجيومتريك اكيورسي فيها. السي تي الحقيقه ممتاز جدا في النقطه دي. فالابلكيشنز الحقيقه بتاعت السي تي بقت الحقيقه منتشره جدا، وكلها طبعا جت نتيجه ان دلوقتي الهيليكال سكاننج بقى سريع جدا، ويقدر يعمل لنا ريل تايم سكاننج، يقدر يصور لنا القلب
يعني بريد سريع جدا يسمح لنا نشوف التفاصيل بتاع الدوره الدمويه في شكلها عامل ازاي بالظبط. وطبعا ابلكيشنز تانية طبعا اللي هي زي الكولونوسكوبي زي الحاجات اللي زي كده طبعا برضو مهمه جدا في الوقت الحالي. عشان نقدر نقارن بين اجهزه مختلفه للسي تي او علشان نقدر ان احنا نتاكد ان الجهاز السي تي بيشتغل بنفس البرفورمانس، مهم جدا ان احنا يبقى في عندنا حاجه بنسميها كواليتي كنترول. الكواليتي كنترول بتميجر مجموعه من سي تي ايمج كواليتي بارامترز، ودي مثلا على سبيل المثال في عندنا بعض الحاجات بتعبر عن اليونيفورمتي بتاعت الصوره، يعني هل الصوره يونيفورم جميع الاماكن بشكل واحد ولا في اختلاف، ودي طبعا بتبقى بتقاس بفانتومز مختلفه، ومنها فانتومز بقى عباره عن حاجه شكلها عباره عن بيور ووتر مثلا ويتاكد ان هي في جميع الاماكن بنفس الشكل. في لينياريتي لو انا حطيت مثلا قيم مختلفه للانتنسيتي بتاعت الصوره او للاتينيويشن، هل هي بتطلع فعلا بشكل لينير، يعني بمعنى في لينياريتي في البرودكشن بتاع الصوره، ولا بيبقى في بعض الاجزاء مثلا اللي بيبقى فيها الاتينيويشن عالي شويه بيبقى الاوتبوت بتاعها بيبقى نون لينير. السبيشال ريزولوشن بتعبر لي عن ازاي ان انا اقدر اشوف الصوره التفاصيل الصغيره اللي في الصوره، مثلا زي النقط الصغيره اللي موجوده عندي هنا مثلا في الفانتوم دوت، هل اقدر اشوفها بشكل واضح ولا لا. الكونتراست ريزولوشن برضو نفس الكلام، في كونتراست بيعبر لي عن لو في اختلافات قليله في الانتنسيتي، يعني انا مثلا في واحده مثلا في من النقط مثلا فيها الكونتراست مثلا او فيها الاتينيويشن كذا او سي تي نمبر كذا، والتانيه فيها سي تي نمبر قريب منها جنبها، هل اقدر اشوفهم كنقطتين مختلفتين ولا لا. السلايس ثيكنس برضو نفس الكلام، يعني كل جهاز بيبقى له certain parameter للسلايس ثيكنس، هل اقدر اقيسه واتاكد منه ولا لا عشان اتاكد اذا كان في اي حاجه حصلت فيها مشكله ولا ايه بالظبط. عاده يعني الحاجه زي كده بتتعمل او القياسات دي كلها بتتعمل عن طريق حاجه بنسميها فانتوم. الفانتوم ده ممكن يبقى حاجه ايديالي تبقى حاجه بالشكل ده كده، تبقى فيها كذا موديول يقدر يقيس لي كذا بارامتر في نفس الوقت، يعني من نفس الفانتوم اقدر اقيس كذا بارامتر في نفس الوقت. بس عاده ممكن يبقى في عندي فانتوم مختلف لكل واحده من البارامترز دي يقدر يقيس لي الحاجه دي بشكل دقيق. وبالتالي هنا مثلا يعني بتكلم مثلا هنا على الصوره دي مثلا زي ما احنا شايفين كده، هنا مثلا النقط دي كل واحده فيهم لها كونتراست مختلف، يعني دي 0.5% كونتراست، دي 0.3%، دي 1%، يعني كل واحده من دول بتعبر لي عن حاجه مختلفه، واشوف بعد كده اذا كنت اقدر اشوفها بشكل واضح ولا لا، اذا كنت اقدر اشوفها من الباك جراوند بشكل واضح ولا لا. فبيسكلي بقدر اطلع من الصوره دي، اقدر اطلع البارامترز دي واقدر اشوف اذا كان يعني البرفورمانس بتاع الجهاز بتاعي هو زي ما هو اللي حصل فيه اي ديتيريوريشن. فطبعا القياسات دي مش بتحصل مره واحده، دي بتحصل بشكل بيريوديك، وبيبقى دايما في ريكورد ليها، بحيث يعني لو في اي يعني جاب او حصل اي تغيير كبير في الـ اي واحده من البارامترز دي بنقدر نعمل له انفستيجيشن، ونقدر نعمل له يعني لو في اي حاجه مثلا في السوفت وير او في الهارد وير حصل لها مشكله نقدر نعمل لها ديتكشن بشكل سيء. الحاجه الدروباك الاساسي اللي موجود عندنا في السي تي او هي الديس ادفانتج الاساسيه الحقيقه في الدوز الراديشن دوز. عشان اتخيل الدوز اللي موجود عندنا في السي تي عامله ازاي، لو احنا بنتكلم على الدنتال اكس راي، الدنتال اكس راي بنتكلم على الدوز بتاعتها بالمايكرو سيفرت، ودي الوحده بتاعت الاكسبوجر دوز اللي هو اللي احنا بنتكلم عليها، بنتكلم على 5 مايكرو سيفرت. لو بتكلم على التشست ايمجنج اللي هو عباره عن اكس راي برضه بنستعمل فيه اكس راي برضه، بتكلم على 100 مايكرو سيفرت. بنتكلم على البريست ايمجنج بنتكلم على 400 مايكرو سيفرت. الاكسبوجر العادي انتوا عارفين طبعا المواد اللي موجوده في الطبيعه بيبقى لها نظائر مشعه، يعني ممكن مثلا تلاقي الكربون مثلا تلاقي له نظير مشع، هتلاقي مثلا كل المواد اللي احنا عارفينها كلها فيها نظائر مشعه، ودي موجوده في الاكل وفي الارض وفي كل الاماكن اللي حوالينا كلها بيبقى في عندنا حاجه اسمها يعني اكسبوجر كده، انفايرمنتال اكسبوجر كده موجود، يعني بيحصل لنا كلنا، بيبقى تقييمه حوالي اون ذا افريج حوالي 3000 مايكرو سيفرت في السنه. فلما بنتكلم مثلا على الدنتال اكس راي او التشست اكس راي او حتى البريست ايمجنج لو بيتعمل مره سنويا ولا حاجه ما فيهاش اي مشكله خالص، يعني بالنسبه للنورمال افريج يعتبر ولا حاجه، يعتبر اقل منه بكتير. لما بنروح بقى لحاجه زي الفيرشوال كولونوسكوبي بنتكلم الحقيقه على حاجه في حدود ال 10000، يعني اكتر من ثلاث اضعاف
الافريج نورمال ييرلي اكسبوجر، يعني بنتكلم ان احنا بناخد دوز ضخمه جدا جدا كومبيرد على الاقل حتى للطرق الاخرى للتصوير العاديه اللي هي زي البريست ايمجينج او التشست ايمج اللي هي الاكس راي اللي هو البلين اكس راي العادي. لو بنتكلم على الاكسبوجر تم مثلا على الابدومين والبلفس بنتكلم برضو على يعني بنتكلم في بعض الاحيان ممكن توصل 15,000. الحقيقه الاكسبوجر ده يعتبر عالي جدا جدا. فالنقطه زي ما احنا بنتكلم على ان الابلكيشن بتاعت السي تي منتشر ومهمه وفعلا مفيده جدا في الطب، الا ان احنا لازم نكون حذرين جدا. السي تي ما استعملش يعني علشان نعمل مثلا بي يعني فولو اب مثلا كل شهرين ثلاثه، ما ينفعش. يعني الدوز اللي بناخدها فيه ممكن تبقى هي في حد ذاتها مشكله. فطبعا لازم نقتصد في استعماله، نستعمله لما يكون فعلا في ضروره لاستعماله، مش في حاجه نقدر او نحتاج فيها ان احنا نعمل فولو اب بشكل يعني كل مثلا فتره يعني ما هياش كبيره. فلازم نكون حذرين بالنسبه للسي تي بالذات في الجزء اللي هو له علاقه بالاكسبوجر دوز. اكسبوجر دوز في السي تي عاليه جدا جدا جدا، وبالتالي لازم يستعمل باقتصاد شديد جدا جدا جدا.